السماء واقرأ صنوف الكتب ودم على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب الأول من أبواب كتاب الزكاة، وهو باب وجوب الزكاة. باب وجوب الزكاة أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله بعض الحديث الشريفة التي تدل على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الدين. توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وعقد بيده هكذا: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. طيب، شرح هذا الحديث الشريف، الحديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام. وفد عبد القيس هؤلاء هم سكان البحرين، هم سكان البحرين، وكانوا تحت، يعني يمكن مرة بنا من قبل أن ذكرنا أن البحرين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تطلق على كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية، يعني من العراق إلى عمان، ما بين العراق إلى عمان، يعني كانت البحرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يحدها من الشمال العراق ومن الجنوب عمان، كل الساحل الشرقي هذا كان يقال له البحرين، يعني في جزيرة البحرين الحالية، يعني هي جزء من البحرين الكبرى على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوفد عبد القيس هؤلاء كانوا تحديدا من قرية يقال لها جؤافة، وهي حاليا في حسب التقسيمات يعني الجغرافية الحالية، جؤافة هي في منطقة الأحساء في شرق السعودية، لكن في الأحاديث توصف جؤافة على أنها إيه، من قرى البحرين، على أساس أن منطقة الأحساء في السعودية هي كانت يعني تابعة للبحرين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوفد عبد القيس هؤلاء يعني كانوا من إيه، يعني تحديد من قرية جؤافة في منطقة الأحساء، ويصفون بأنهم أهل البحرين، وجاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 13 رجلا رضي الله عنهم جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وكان هذا يعني في العام الخامس الهجري أو قبله، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر إما في العام الخامس الهجري أو يعني قبل العام الخامس الهجري، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل قدومهم، يعني أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بقدومهم، وقال: يقدم عليكم وفد هم خير أهل المشرق. قال: هم خير أهل المشرق. وكان يعني كبير هذا الوفد الصحابي الكريم اللي هو أشج عبد القيس، رجل منهم قالوا له الأشج، كان في وجهه شجة أو في رأسه شجة،
قالوا كانت من أثر حافر يعني فرس أو حمار صدمه برجله يعني فجرحه، فكان فيه أثر يعني جراح. فهذا الصحابي الكريم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذا الوفد يعني قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد القيس اسم القبيلة يعني التي هم منها رضي الله عنهم وأرضاه، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني كانت أول جمعة في الإسلام بعد جمعة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يعني جاء زمن لا تقام صلاة الجمعة في الأرض إلا في المسجد النبوي الشريف وفي جؤاثة البحرين، يعني حتى المسجد الحرام كان محتلا يعني من مشركي قريش ولا تقام فيه جمعة، كانت الجمعة فقط تقام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي جؤاثة بالبحرين، لا يوجد مكان يعني قد مكن فيه المسلمون ويقيمون فيه الجمعة إلا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي جؤاثة بالبحرين أو يعني اللي هي حاليا بالأحساء يعني حسب تقسيمات الحل. فقدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. العرب يعني ينقسمون حسب الأنساب يعني إلى قسمين رئيسيين، أولا اللي هم عدنان وقحطان، بعدين عدنان ينقسمون إلى تقسيمين رئيسيين اللي هم ربيعة ومضر، وبعدين كل قسم تتفرع منه إيه قبائل كثيرة. قريش هي من إيه من مضر، قبيلة قريش التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من إيه من مضر. فوفد عبد القيس هم من إيه من ربيعة، يعني قبيلتهم هم من ربيعة، فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة، يعني قبيلتهم عبد القيس هي من القبائل التي تنتمي إلى ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. لأن هذا كان قبل صلح الحديبية، كان قبل صلح الحديبية، فكان الطريق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الطريق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كان مليئا بأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام من كفار مضر، ممن يعني يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك هؤلاء القوم كانوا مسلمين ولا يستطيعون الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأن الطريق بين قريتهم جؤاثة وبين المدينة النبوية يمرون فيها بكفار مضر، وإذا علموا بمرورهم يعني قاتلوهم ومنعوهم من المرور، فلهذا قالوا: قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. قال: يا رسول الله، لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام، لأن العرب يعني كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم، اللي هي شهر رجب وشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أشهر الحرم الأربعة، يعني كان تحريم القتال في الأشهر الحرم يعني متعارف عليه حتى في الجاهلية قبل الإسلام. لما جاء الإسلام ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ يعني أكثر الفقهاء قالوا، لأن وقع خلاف بين الفقهاء، هل حرمة القتال في الأشهر الحرم ما زالت باقية أو أنها نسخت على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عهده قاتل أهل الطائف في الشهر الحرام في غزوة الطائف، كانت في يعني في شهر ذي القعدة، وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف في شهر ذي القعدة، فقالوا يعني نسخ القتال في الأشهر الحرم. لكن أكثر الفقهاء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حاصر أهل الطائف قبل دخول الشهر الحرام، فدخل الشهر الحرام وهو يعني محاصرهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يستفاد منه يعني أنه لا يبتدأ
بالقتال في الشهر الحرام، يعني ما حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قتالا في الشهر الحرام الا ان يكون القتال اما دفاعا، يعني اذا هجم المسلمون في الشهر الحرام يدافعون، او يعني اذا بدأ حصار قوم من المشركين او قتالهم قبل الشهر الحرام ودخل الشهر الحرام فيسمح بايه بالمضي في القتال يعني ومواصلته اذا دخل الشهر الحرام، لكن لا يبتدأ فيه قتال يعني هجومي في الشهر الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فوصفه الله تعالى بأنه كبير، فالصاب يعني أنه فقط يستثنى من هذا هو قتال الدفاع، وما إذا بدأ المسلمون القتال قبل دخول الشهر الحرام. المهم أنه كانوا في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، فلهذا قالوا إيه ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آمركم بأربع، بأربعة أشياء وأنهاكم عن أربع. ما هي الأشياء الأربعة التي أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. قال وعقد بيده هكذا، الراوي في الرواية الأخرى قال وعقد بيده واحدة، وعقد بيده واحدة يعني الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله هي واحدة ليست ثنتين، يعني لأن الأربع اللي هي إيه الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ثم إيه عقد واحدة يعني هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إيه خمس ما غنمتم، إذن هذه الأربعة. بالنسبة للعقد بالأصابع يعني كما كان معروفا عند العرب وكان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث كما في هذه الأحاديث فمرت، يعني رواية قال وعقد بيده هكذا، وفي الرواية الثانية قال وعقد بيده واحدة، فكانوا إذا أرادوا الإشارة إلى الواحد يقبضون الخنصر اللي هو الأصبع الصغير، هذه واحدة، وبعدين اثنين اللي هم يقبضون الأصبعين اللي هم الخنصر والبنصر، الخنصر اللي هو الصغير والبنصر اللي بعده، وبعدين ثلاثة يقبضون الإيه ثلاثة أصابع، الأربعة كان يبسطون يرجع إيه يبسط الخنصر، هذا يقول عقد بيده أربعة هكذا، يعني هذه علامة الأربعة عند يعني في عند العرب يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والخمسة يبسط معها البنصر، وبعدين الستة يرجع يثني البنصر ويبسط الوسطى، يعني هو بيكون يعني في الخمسة بيكون قابض الوسطى وبسط كل الأصابع، الستة يقبض البنصر ويبسط بقية الأصابع، وبعدين سبعة يقبض معها الخنصر، لا معلش سبعة لها شيء آخر، لها طريقة أخرى، بعد كده يبتدوا يعني يستعمل الإبهام مع أصبع من هذه الأصابع، لهم طريقة في العد يعني لغاية كل الأعداد لها رمز، يعني كل عدد له رمز وإشارة، يعني توجد فيه يعني مؤلفات لعدد من العلماء في كيفية العد بالأصابع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرات تلاقي يقول عقد 99 وعقد كذا وعقد، فهنا إيه قال وعقد بيده هكذا اللي في الحديث اللي معنى عقد واحدة اللي هي بس الخنصر يعني هكذا، قال وعقد بيده واحدة اللي هي الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وهذه واحدة، قال وإقام الصلاة اللي هي الثانية، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فأمرهم إيه بإخراج خمس الغنيمة، فهذه الأربع التي أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنهاكم عن أربع، قال وأنهاكم عن أربع، الأربع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الأربع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي أربعة أنواع من الآنية تساعد على التخمر، يعني
تعجل بتخمر الأشربة والعصائر التي توضع فيها، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآنية. وسبب يعني تخصيص هذا أنهم كانوا قد سألوا عن الأشربة يعني وما فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذه الآنية. قال وأنهاكم عن الدباء. الدباء اللي هو القرع، القرع اليابس اللي هو زي البنكن هذا يسموه، اللي هو القرع هذا يستعمل وعاء، كانوا يجوفونه ويستعملونه وعاء. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في الايه، في الدباء، ان هم يضعون فيه مثلا تمر وماء او زبيب وماء او كذا، ويضعونه في الدباء، لان هذا يساعد على تخمره يعني. قال وانهاكم عن الدباء والحنتم. والحنتم قالوا هي جرار خضراء كانت تجلب فيها الخمور من مصر، زي قوارير الخمر يعني، كان لها شكل مميز يعني، قوارير خضراء او جرار خضراء كانوا يجلبون فيها الخمر من مصر. فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عن استعمال هذه الجرار. قال والنقير. والنقير هو جذع الشجره او النخله، ينقر وسطه ويجعل إناء. كانوا يأخذون جذع النخلة وينقرون وسطه ويجعلونه وعاء أو إناء. والمزفت اللي هو الأوعية المطلية بالزفت، المطلية بالزفت، الزفت اللي هو القار، اللي هو الأسفلت اللي يصفون به الطرق هذا، فكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلون به بعض الأوعية أو الآنية. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الأنواع من الأوعية. قال وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بدون واو بينهما، الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، يعني كأنها تفسير للإيمان بالله فبدون واو بينها، وهذا يوضح إيه معنى عقد بيده هكذا أو واحدة. طيب هنا طبعا وجه الاستشهاد بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإيتاء الزكاة. الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. هنا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب، أيضا كما مر بنا من قبل يعني أنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتدت
الجزيرة العربية كلها عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين اللي هم أهل جؤاثة وما حولها، هؤلاء ثبتوا على الإسلام، وأهل مكة والمدينة والطائف. وأما أنحاء الجزيرة الأخرى فارتدوا عن الدين، أهل نجد وأهل اليمن وبقية المناطق. وكان المرتدون كانوا أصنافا، كانوا ثلاثة أصناف. صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان كما كانوا يعبدون الأصنام في الجاهلية، وصنف ادعوا النبوة بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قبيلة خرج فيهم، يعني أو قبائل كثيرة خرج فيهم من يدعي النبوة، مسيلمة الكذاب، وامرأة من تميم اسمها سجاح، مسيلمة من بني حنيفة، وسجاح من بني تميم، والأسود العنسي في اليمن، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وآخرون يعني أخذوا يدعون النبوة في أنحاء الجزيرة المختلفة، كل واحد منهم يزعم أنه نبي وقبيلته تتبعه. وقسم آخر، القسم الثالث من المرتدين، هم الذين منعوا الزكاة فقط، قالوا يعني نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا نؤدي الزكاة. قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها لأحد بعده. فهنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قرر أن يقاتل الجميع، أن يقاتل منع الزكاة كما يقاتل من عبد الأوثان ومن ادعى النبوة، فقرر أن يقاتلهم جميعا وألا يفرق بين من منع الزكاة وهو يشهد الشهادتين ويصلي، وبين من يعني ارتد إلى عبادة الأوثان أو ادعى النبوة. وكان يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفونه الرأي في مسألة قتال مانعي الزكاة، خالفه يعني عمر رضي الله عنه وعامة الصحابة رضي الله عنهم. يعني وكان وجهتهم يعني أن هؤلاء ما زالوا يشهدون الشهادتين ويصلون وكذا، فيؤخرون أو يعني يبقون على الحياد حتى يعني يفرغ من شأن من عبد الأوثان ومن ادعى النبوة وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه أصر على قتال مانع الزكاة وأن يلحقهم بالمرتدين في القتال، وقال أينقص الدين وأنا حي؟ يعني قال إن الدين، النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك لنا أركان الدين خمسة، فيقول أينقص الدين وأنا حي؟ يعني في حياة أبي بكر رضي الله عنه يلغون الزكاة، وبعد كده كل خليفة بعده يأتي ناس ويسقطون شيئا من الدين ويسكت عنهم وكذا، فصر على قتالهم رضي الله عنه. فهنا جادله عمر رضي الله عنه في مسألة قتال مانع الزكاة، فقال عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فعمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فعمر رضي الله عنه يريد أن يستشهد بالحديث على أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه قلب عليه الحجة وجعل هذا الحديث حجة على عمر لا له. فأبو بكر رضي الله عنه قال لعمر، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن هؤلاء الذين منعوا الزكاة قالوا نصلي ونشهد الشهادتين لكن لا نزكي، فقال: من فرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلن. وأيضا في الروايات الأخرى قال إنها لأخت الصلاة في كتاب الله، أو لقرينة الصلاة في كتاب الله. دائما في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا، فهي أختها في كتاب الله، ما ينفع واحد يأخذ أقيم الصلاة ويترك آتوا الزكاة. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فهنا
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه احتج على عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقال الزكاة من حقها، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا بحقها، والزكاة قال فإن الزكاة حق المال، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنهم لا يقاتلون إلا بحقها، يعني أنهم عصموا المال والنفس إلا بحق المال وبحق النفس، فحق النفس أنه يعني من قتل نفسا فإنه يقاتل حتى يقتل يعني قصاصا، حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن القاتل يقتل. فقال كذلك حق المال هو الزكاة، فالصرف أبو بكر رضي الله عنه، فالذي منع الزكاة فإنه يقاتل حتى يجبر على أدائها. وهنا يعني الفقهاء يأخذون من هذا أن الطائفة الممتنعة يعني دائما يفرق بين الآحاد وبين الطائفة الممتنعة، يعني لو أن منع الزكاة كان فردا يعني ليس معه سلاح ولا يقاتل ولا له شوكة ومنعه وأتباع وكذا ومنع الزكاة فإنه لا يقتل هذا الفرد، وإنما الحاكم يأخذ منه الزكاة قهرا وشطر ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا على من منع الزكاة من الأفراد، قال عليه الصلاة والسلام قال من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، هذا نص حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، الذي يمنع الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام قال سنأخذها منه قهرا ونأخذ منه شطر ماله عقوبة له، يؤخذ نصف ماله، برغم أن الزكاة يعني ممكن تكون ربع العشر أو حسب يعني أصناف المال المزكى، لكن ستؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله عقوبة له حيث بخل بمنع الزكاة فيعاقب بهذه العقوبة. فهذا في الأفراد يعني المتفرقين، لكن إذا كان أهل قرية أو قبيلة أو ومسلحون وكذا ومنعوا الزكاة بالقوة فإنهم يقاتلون حتى يجبروا على أداء الزكاة. فهنا أصر أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق قالوا هي السخلة اللي هي الشاه الصغيرة اللي هي دون ستة أشهر من الضأن، يعني هي أقل من ستة أشهر يقال لها عناق، وهي الأصل في الزكاة أن العناق لا تؤخذ، إنما تؤخذ الجذعة وكذا، لكن العناق الأصل فيها أنها لا تؤخذ إلا في حالة معينة اللي هي إذا كانت الماشية كلها صغارا فيؤخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة كل 40 شاة فيها شاه، وبعدين هناك ترتيب يعني كل عدد معين من الغنم فيه زكاة معينة. فقال لو منعوني عناقا، والعناق اللي هي كما ذكرنا أقل من ستة أشهر، فهي الأصل أنها لا تؤخذ إلا إذا كانت الماشية كلها صغار. فأبو بكر رضي الله عنه قال يعني إنما أراد بهذا ضرب المثل يعني لأصغر شاه كانت تخرج أو تؤدى، أو أنه قصد قيمتها يعني من الأموال الزكوية الأخرى، يعني مثلا قد تكون قيمة العناق جزءا من زكاة مثلا مال أو من زكاة كذا، فيقول يعني لو منعوني حتى لو مقدار هذه القيمة، يقصد بذلك ضرب المثل في القلة والصغر. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يعني قال حتى لو كانوا العقال هو الحبل الذي يربط به البعير، يعني يقول حتى لو كان من عادتهم أن يؤدوا يعني زكاة الإبل مربوطة بحبلها، إذا منعوا هذا الحبل لأقاتلنهم عليه. والحبل يعني ليس من الزكاة، بس قالوا هذا كله الغرض منه ضرب المثل يعني في
في الصغر، يعني أي شيء مهما كان تافها أو قليل القيمة بخلوا به من الزكاة ومنعوه لأقاتلنهم عليه. قال: لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فبعد أن كان عمر رضي الله عنه معارضا لقتال منع الزكاة ويجادل أبا بكر رضي الله عنه، فلما وجد ثبات أبي بكر رضي الله عنه على موقفه إذا بعمر رضي الله عنه ينشرح صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر. وبعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم وافقوا أبا بكر رضي الله عنه لما رأوا إصراره على قتال منع الزكاة، كلهم امتثلوا لأمره وخرجت الجيوش وقاتلوا منع الزكاة حتى أجبروهم على أدائها، والمرتدون جميعا لم يلبثوا أن عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، فلم يمت أبو بكر رضي الله عنه إلا وقد رد الجزيرة كلها إلى الإسلام رضي الله عنه وارضاه، بالإضافة إلى الفتوحات التي بدأت في عهده في بلاد الفرس، وعلما بأن خلافة الصديق رضي الله عنه كانت سنتين فقط لا غير، يعني خلافة الصديق رضي الله عنه كانت سنتين، وخلال هاتين السنتين تمكن بحمد الله من إعادة الجزيرة كلها إلى الإسلام وبدء الفتوحات يعني في العراق والشام. وهنا يلاحظ يعني أن عمر رضي الله عنه الذي كان من طبعه يعني الشدة والحزم وكذا لان في هذا الموقف، يعني وأبو بكر رضي الله عنه الذي من طبعه الحلم واللين وكذا يعني كان حازما شديدا في هذا الموقف، فإذا بعمر رضي الله عنه يشرح الله صدره لقول أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك يعني يقال يعني حفظ الله تعالى الدين أو الإسلام يعني بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، يعني الله سبحانه وتعالى شرح صدره للحزم والشدة في هذا الموقف وعدم اللين مع المرتدين، وكان هذا يعني بحكمة من الله تعالى. لو أن الصديق رضي الله عنه لان مع هؤلاء وسمح لهؤلاء بترك الزكاة ولهؤلاء بترك شيء آخر من الدين لا كان ذلك يعني هدما للإسلام والدين، لكن الله تعالى ثبته وشرح صدره. طيب، هذه كانت أحاديث هذا الباب. في ختام هذا الباب الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني قال: تكميل اختلف في أول وقت فرض الزكاة. تكميل يعني تتمه موضوع الباب. اختلف في أول وقت فرض الزكاة، متى فرضت الزكاة؟ قال: فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة. قال أكثر العلماء قالوا فرضت الزكاة بعد الهجرة. فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، هذا أول رأي، قالوا في السنة الثانية قبل فرض صيام رمضان. أشار إليه النووي في باب السير من الروضة، وجزم ابن الأثير في التأريخ بأن ذلك كان في التاسعة. يبقى عندنا رأي يقول الإمام النووي رحمه الله قال الزكاة فرضت في الثانية، وابن الأثير يقول فرضت في التاسعة في السنة التاسعة من الهجرة. قال: وفيه نظر. الحافظ بن حجر يعترض على كلام ابن الأثير اللي قال في التاسعة. قال: وفيه نظر، فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة. يعني وفد عبد القيس هؤلاء وفدوا في العام الخامس والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالزكاة، وضمام بن ثعلبة هذا أيضا كانت وفادته مبكرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك قال إني سائلك وكذا، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فهو الذي بعثك بالحق، الله أرسلك؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟
الذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أنك أن الله افترض أنك تزعم أن الله افترض علينا صدقة إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ففيه أن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل كانوا يخبرونهم بأن الله فرض عليهم الصلاة وفرض عليهم الزكاة. قال وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول السابعة. مر بنا برضو قصة أبي سفيان مع هرقل اللي هو قيصر الروم، وكان ذلك في أول العام السابع الهجري. فهرقل قيصر الروم سأل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت لم يكن أسلم بعد، والتقى بهرقل قيصر الروم وسأله قال إيه فما يأمرك؟ قال فما يأمركم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. سأله أسئلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ضمن هذه الأسئلة قال فما يأمركم؟ قال يأمرنا، وطبعا في رواية في البخاري فيها يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وندع ما أو نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وهنا ذكر أربعة أشياء في الرواية أخرى فيها زيادة التوحيد قبل هذه الأشياء الأربعة. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فذكر إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالزكاة، وكان هذا في العام السابع إذن قبل التاسع. قال لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر الكلام. لكن في الحقيقة يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث التي فيها الأمر بالزكاة قبل العام التاسع، وكذلك الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالزكاة قبل العام التاسع، فيمكن تفسيرها بأن الزكاة المقصود بها تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأعمال والأخلاق وكذا، لأنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فالزكاة تأتي بهذا المعنى، فالأمر بالزكاة قد يأتي بالمعنى بهذا المعنى. وكذلك الزكاة أيضا تأتي بمعنى تزكية المال، بمعنى تطهير المال بالتصدق بشيء منه من غير تقدير أو تحديد. يعني قالوا مثلا سورة الأنعام، سورة الأنعام وهي سورة مكية، سورة مكية، ولم تكن الزكاة فرضت وقت نزول سورة الأنعام. ومن آياتها الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أمر الله تعالى بإيتاء حق الزرع يوم الحصاد، مع أن الزكاة لم تكن فرضت في ذلك الوقت. فقال وآتوا حقه يوم حصاده يعني تصدقوا منه بشيء أو أطعموا منه الفقراء. يعني كأن الأمر بالزكاة في أول الإسلام كان أمرا يعني بالتصدق بشيء، ووكل إلى تقدير الناس، يعني ليس محددا بوقت معين ولا بمقدار معين. فقال يمكن أن تحمل هذه النصوص التي فيها الأمر بالزكاة قبل العام التاسع، يجوز تأويلها أي صرفها عن ظاهرها اللي هي الزكاة بمعنى الفريضة المعروفة بمقاديرها ونصابها وكذا، إلى المعنى العام للزكاة، يعني إما تزكية النفس وإما التصدق بشيء من المال يعني. قال وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة، ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فقال ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية. قال والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة. قال لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. قال لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، حديث ثعلبة بن حاطب له قصة طويلة وردت في تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون إلى آخره. فوردت في قصة يعني أنه هو ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، لكن الحديث هذا لا يصح يعني، ليس لا يصح. فهذا الحديث يعني فيه ان ايه، ان عامل البعثة والنبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقة، وانه قال ما هي الا اخت الجزية، واعترض عليها وشبهها بالجزية التي تؤخذ من اهل الكتاب، والجزية كانت في التاسع. قال: وادعى ابن خزيمة في صحيحه ان فرضها كان قبل الهجرة. الان عندنا رأي يقول في الثانية اللي هو كلام الامام النووي، ورأي في التاسعة اللي هو ابن الأثير، ورأي الإمام ابن خزيمة يقول قبل الهجرة. قال: واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة رضي الله عنه في قصة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى. يقول هذا الحديث الإمام خزيمة رحمه الله استشهد بهذا الحديث على أن الزكاة فرضت قبل الهجرة، لأن الهجرة إلى الحبشة هذه كانت أثناء الفترة المكية قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. في الفترة المكية هاجر الصحابة رضي الله عنهم لما اشتد تعذيب كفار قريش وإيذاؤهم للمسلمين، هاجروا إلى الحبشة. فكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين ممن هاجرنا إلى الحبشة مع من هاجر من الصحابة رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كلم النجاشي كما في حديث أم سلمة، عندما التقى بالنجاشي يعرفه بالإسلام، فقال له: ويأمرنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة والزكاة والصيام. هذا كله كان في الفترة المكية. هنا الحافظ ابن حجر يجيب عن هذا، يقول: وفي استدلاله بذلك نظر، لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد، ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفرا فقال: يأمرنا، بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جدا. يعني هذا تأويل للحديث، قالوا إيه، يحتمل أن جعفرا لم يكلم النجاشية بهذا إلا في وقت متأخر بعدما فرضت الصلاة والصيام يعني والزكاة، ويكون الخبر وصل إلى كان النبي يصلي قبل أن تفرض الصلاة. نعم، كما تفضلتم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفرض الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرضت يوم الإسراء والمعراج، يوم الإسراء والمعراج، وكان هذا يعني قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات تقريبا. في يوم الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس، لكن قبل أن تفرض الصلوات الخمس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لله تعالى من غير تقدير، يعني من غير توقيت، يعني عدد معين من الركعات ولا مواقيت معينة للصلوات ولا كذا، يعني هذا إيه كان في مرحلة لاحقة، لكن الصلاة كانت موجودة من أول الإسلام حتى قبل أن تفرض. وبعدين فقال إنه يحتمل يعني إنه بعد ما فرضت الصلاة قبل الهجرة في يعني قبل الهجرة، وبعدين فرضت الزكاة والصيام، أن ذلك بلغ جعفرا وهو في الحبشة، جاءه الخبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بهذا، فقال هذا الكلام للنجاشي، لأن الصحابة بقوا في الحبشة إلى العام 7 الهجري، واللقاءات يعني بين جعفر والنجاشي تكررت، يعني ليس مجلسا واحدا، لعل هذا كان يعني في مجلس متأخر. لكن يقول هذا التأويل يعني بعيد، وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده، أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الجملة،
ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول، والله أعلم. يعني كما ذكرنا أنه قبل أن تنزل مقادير هذه العبادات وكيفياتها وهيئاتها وكذا، كانت مأمورا بها في الجملة، يعني من غير تقدير أو تحديد أو كذا، يعني الأحكام نزلت لاحقا، لكن الأمر بالصلاة والصيام والصدقة وكذا كان من أول الإسلام، لكن بغير تقدير وتحديد. قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم، في كتاب العلم، كتاب العلم من كتب صحيح الإمام البخاري، كتاب العلم، فجاء فيه حديث أنس رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وقوله: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال: وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم. ضمام بن ثعلبة قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في العام الخامس الهجري، وهو كان طريقته رضي الله عنه غريبة، يعني كان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني سائلك إيه فمشدد عليك في المسألة وكذا، وقال: أنشدك الله، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك وكذا، وأخذ يستحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدقه القول، يعني بأن الله تعالى أرسله وأنه فرض عليه الصلوات الخمس وأمره بالزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه عن مسألته عليه الصلاة والسلام. هل ثعلبة هنا نفس ثعلبة؟ لا لا، هذا ضمام بن ثعلبة غير ثعلبة، صحابي آخر. طيب، هذا الصحابي الكريم قدم في السنة الخامسة، فمن حديثه واضح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل يعني رسله يأمرون الناس بالزكاة. قال: وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات. لأن الحافظ بن حجر يحاول التوفيق بين هذه الأقوال، وهو ذكر ثلاث أقوال، ابن خزيمة يقول قبل الهجرة، والنووي يقول في العام الثاني، وابن الأثير يقول في التاسع. فهو يقول اللي قبل الهجرة هذا كان الأمر بالزكاة بالمعنى العام، يعني يشمل إما تزكية النفس أو تزكية المال بالتصدق بشيء منه، يعني من غير تقدير أو تحديد أو كذا، هذا اللي كان قبل الهجرة. وأما اللي في العام التاسع فهو بعث العمال المصدقين لجمع الصدقات من الناس، هذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع يبعث عمالا يجمعون الصدقات. ولكن قبل العام التاسع وردت أحاديث تفيد فرض الصدقة بمعناها، فرض الزكاة بمعناها المعروف بالنصاب والحول وكذا. قال: وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العام التاسع العمال لجمع الزكاة، فقال هذا معناه أن الناس كانوا قد يعني فرضت عليهم الزكاة قبل ذلك، في العام التاسع هيجمع الزكاة، معناها أن عندهم أموال مر عليها حول وعلموا بوجوب الزكاة ومر عليها حول وبدأ في جمعها. قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، آية سورة البقرة: كتب عليكم الصيام، آية مدنية باتفاق العلماء، فالمدني اللي هو بعد الهجرة. وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، هو وأبوه الصحابيان كريما، أبوه سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج رضي الله عنه، وابنه قيس صحابي كريم أيضا رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة،
ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فهنا الصحابي الكريم قيس بن سعد يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. صدقة الفطر اللي هي من رمضان بعد انتهاء الصيام. فصدقة الفطر إنما هي من يعني تابعة للصيام، لم تفرض إلا مع فرض الصيام. فيقول إن صدقة الفطر كانت قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة. قال فلم يأمرنا ولم ينهنا. لما فرضت الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم يعني إن زكاة المال نسخت زكاة الفطر ولا أنها لم تنسخها. فقال فنحن ونحن نفعله، يعني فنحن باقون على إيه؟ لأنه أمر بصدقة الفطر وبعد نزلت الزكاة، لكن لم يقل لهم إن زكاة المال إنها بديل عن زكاة الفطر، فيبقى الوجوب في زكاة الفطر كما هي يعني. قال ونحن نفعله، يعني نخرج زكاة الفطر كما يعني كنا نخرج. قال إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلى آخره. قال وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب. يعني هو يريد أن يستشهد بهذا على أن فرض الزكاة كان بعد فرض الصيام، فرض الصيام كان في العام الثاني من الهجرة، إذن الزكاة كانت يعني بعد ذلك. قال ووقع في تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضت الزكاة، في السنة الأولى فرضت الزكاة. قال وقد أخرج، لعله يقصد كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله يعني. فهذا قول آخر الآن، في السنة الأولى فرضت الزكاة، وهو الحافظ بن حجر أخذ عن أبي هريرة اللي هو ابن الحافظ الذهبي وتلميذه اللي هو أبو هريرة ابن الحافظ الذهبي، كان من شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور وليس فيه ذكر الزكاة. يعني يقول حديث أم سلمة اللي هو رضي الله عنها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فقال فيه رواية ويأمرنا بالصلاة والصيام يعني الله ويأمرنا بالصلاة، ليس فيه ذكر الزكاة يعني. وبعدين قال إن إسناد ابن خزيمة فيه مقال نعم، في طريقة عد الأحاديث يكون في يعني اجتهادات في طريقة عد أحاديث البخاري يعني. فهنا الحديث الأخير عد على أنه حديثان يعني، لأن الحديث هنا فيه جزئية يرويها عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أمرت أن أقاتل، إن عمر يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخره. ثم بعدها يعني يرجع الكلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر فيها إيه، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أنهم كانوا يؤدون العناق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد هنا كأنه حديث مستقل يعني يرويه أبو بكر عن رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قبله حديث يعني آخر يرويه عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا عد حسب العد اللي في النسخة اللي معنا على أنه حديثين، لكن البعض يعدها يعتبرها حديثا واحدا طالما أنه إسناد واحد والقصة فيها يعني عندما تكون قصة واحدة وفيها محاورة بين صحابيين وكل منهما يذكر شيئا سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه نفس الاسناد، فممكن يعد واحدا أو يعد اثنين يعني خلاف شكل يعني في النهاية يعني لا يضر. طيب هنا من الصحابة الذين ذكروا هنا في الشرح قيس بن سعد.
قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. لو تذكرون قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له شيء يميزه، يعني حد يذكر؟ كان له شيء يتميز به من الصحابة رضي الله عنه، أنه كان أطول الصحابة رضي الله عنه، كان أطول الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قيس بن سعد. وحتى كان في قصة أبي عبيدة اللي هي لما خرج في الغزوة وكانوا 300 رجل، لما أصابهم الجوع ورمى لهم البحر بحوت وكذا، فأبو عبيدة رضي الله عنه قال أتى بأطول رجل في الجيش اللي هو قيس بن سعد، وأركبه بعيرا، يعني ركب فوق البعير ووضع ضلعين من أضلاع الحوت، وأمره أن يمر، أبو عبيدة أمر قيس بن سعد أن يركب بعيرا ويمر به من تحت ضلعي الحوت، يعني فمر به من تحت ضلعي الحوت، دليل على ضخامة حجمه وكبره. وكانوا يغرفون الشحم من عينه بالدلاء، يعني كانوا يغرفون، يدخلوا دلو في عين الحوت، يعبئون بها شحما يعني من عين الحوت وكذا. فظلوا يأكلون منه وحملوا معهم يعني إلى المدينة. طيب الباب الذي بعده قال باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. باب البيعة على إيتاء الزكاة. البيعة هي المعاهدة، وعادة ما يصحبها مصافحة باليد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع الرجال يعني يضع يده في يده يعني كهيئة المصافحة، ويأخذ عليه العهد، يعني بايعني على كذا وكذا، فيعاهد النبي عليه الصلاة والسلام على أشياء يبايعه عليها. وأما النساء فكان يبايعهن كلاما عليه الصلاة والسلام، من غير يعني قبض باليد في بيعة النساء، لكن في بيعة الرجال كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في يده ويبايع. قال باب البيعة على إيتاء الزكاة. هنا الشارح قال الزين بن منير رحمه الله: هذه الترجمة أخص من التي قبلها. ترجمة اللي هي عنوان الباب أخص من الباب اللي قبله. الباب اللي قبله كان ترجمته ما هي؟ باب وجوب الزكاة، وهنا باب البيعة على إيتاء الزكاة، فقال هذا أخص، لأن البيعة شيء أخص، يعني ليس كل الواجبات يعني بويع عليها على حدة أو خصت بالبيعة أو كده، فهذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب، لأن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته. يعني كل ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه فيقول هذا واجب، ولكن ليست كل الواجبات بايع عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فهو بايعهم على بعض الواجبات دون بعض، فهذه الواجبات التي تأكدت بالبيعة هذه أخص من عموم الواجب. فهنا الإمام البخاري يعني بعد أن بيّن أن الزكاة واجبة، بيّن أن الزكاة هنا في هذا الباب من الواجبات التي كان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها أصحابه، فوجوبها يعني متأكد عن غيرها من الواجبات. قال: وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدا بحكمها، لأنها تضمنت ألا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة. انتهى
كلامه. فبعد ما الإمام البخاري رحمه الله أورد العنوان باب البيعة على إيتاء الزكاة، أورد الآية الكريمة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعناها أن الكافر لا يصير أخا لنا في الدين إلا إذا إيه؟ تاب عن كفره بالدخول في الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فينال بها أخوة الدين وأخوة الإيمان. وطبعا حكم مانع الزكاة، مانع الزكاة قسمان، يعني من منعها جحودا وإنكارا لفرضيتها ووجوبها فهذه ردة عن الدين. وعلى هذا أيضا يحمل يعني قتال الصديق رضي الله عنه لبعض مانع الزكاة. بعض مانع الزكاة في عهد أيضا كانوا منعوها جحدا لوجوبها وزعما أن وجوبها يعني رفع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تكون ردة عن الدين من هذا الباب، من باب جحد شيء من الدين، فيكون هذا من باب الكفر الأكبر يعني. والقسم الثاني الذي يمنع الزكاة تكاسلا، أقصد شحا وبخلا بها، الذي يمنع الزكاة بخلا وشحا يعني وليس جحدا لوجوب، يعني شخص هو يقر أن الزكاة فرض فرضه الله تعالى لكنه يبخل بإخراجها. فهذا يعني القول الذي عليه عامة أهل العلم أن هذا ليس ردة عن الدين، وإن كان من كبائر الذنوب وكبائر المنكرات لكنه ليس ردة عن الدين طالما هو مقر بوجوب الزكاة. لكن توجد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد طبعا هو يقول إن من ترك الصلاة كسلا كفر وخرج من الملة، وعنه رواية في تارك الزكاة أنه مثل تارك الصلاة، من ترك الزكاة شحا كمن ترك الصلاة كسلا، في رواية عن الإمام أحمد أنه ردة عن الدين والعياذ بالله، وأنه يموت كافرا مخلدا في جهنم وكذا والعياذ بالله. لكن رواية مشهورة عنه كبقية الأئمة الثلاثة أنها معصية يعني من أكبر الكبائر. طيب، قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهنا الصحابي الكريم جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث له قصة وردت في بعض رواياته أن جريرا رضي الله عنه بسبب هذه البيعة، أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فكان رضي الله عنه وأرضاه يعني ينصح لمن يتبايع معه أو يشتري منه شيئا. فحصل مرة أنه ذهب إلى رجل يبيع فرسا، أراد أن يشتري فرسا من رجل، فقال بكم تبيع الفرس؟ قال ب400 أو كذا. الرجل قال له إيه ب400؟ يعني هو صاحب الفرس يطلب 400. فقال له جرير رضي الله عنه قال لكن فرسك يسوى أكثر من هذا. قال إن العادة دائما المشتري يحاول ينزل الثمن يعني، هو قال له لكن فرسك يسوى أكثر من هذا. قال له خلاص 500. قال يسوى أكثر من هذا. فظل هو يزيد على قال له 600 700، حتى بلغ 900، فأخرج يعني اشترى الفرس ب900 درهم، مع أن الرجل كان طالب يبيعه ب400، وجعل هو يزيد يعني كل ما الرجل يزيد عليه 100 هو يقول له يسوى أكثر من هذا لغاية ما وصله 900. فعاتبه الناس يعني ولاموه، قالوا يعني الرجل رضي ب400 وهو يعني تغلي عليه. فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنصح لكل مسلم، أنا يعني شايف إن هو يعني يسوى 900، لا أريد أن يعني أغشه ولا أشتري منه الحاجة بأقل من قيمتها، أنا شايف أنا مقتنع إن هو يسوى 900. وكان رضي الله عنه قال أيضا كان دائما يعني من عادته كلما اشترى شيئا أو باعه رضي الله عنه، كلما اشترى شيئا أو باعه يقول لل يعني لمن يبايعه يقول له ايه اعلم ان ما اخذت ايه ان ما اخذته منك احب الي مما اعطيتك اياه، ان اللي اخذته منك يعني شايف ان هو احسن من اللي اعطيتك اياه، فاذا كان يعني هذا يعجبك او كذا فدايما يعني يؤكد على المشتري او البائع أنه يعني هو في نفسه يرى أن مثلاً السلعة اللي أخذها أحسن من المال اللي أعطاه وكذا رضي الله عنه. وأيضاً هذا بسبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على النصح لكل مسلم رضي الله عنه. الباب الذي بعده باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب هنا الشارح رحمه الله يقول قال الزين بن المنير هذه الترجمة أخص من التي قبلها هو إثم مانع الزكاة أخص من إيه من البيعة على إيتاء الزكاة لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري نبيه صلى الله عليه وسلم منه بقوله لا أملك لك من الله شيئا وذلك مؤذن بانقطاع رجائه. هذا سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لمانع الزكاة لا أملك لك من الله شيئا، وهذا مؤذن يعني يعلم بانقطاع رجائه يعني أنه سيعاقبه الله سبحانه وتعالى ولن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. يعني الأبواب التي قبل ذلك كانت تفيد وجوب الزكاة وأنها مما تأكد وجوبه بالبيعة، وهنا في هذا الباب يبين أن ترك الزكاة فيه وعيد خاص، ليس يعني الوعيد ليس فقط الوعيد المطلق. الله يبارك فيك يا رب، الله يجزيكم عنا خير، شكرا لك، جزاك الله عنا. شكرا لك، الله يبارك فيك. فليس يعني مطلق ليس فقط يعني الوعيد المطلق انه سيعذب في الاخره وكذا، وانما فيه وعيد خاص بانواع معينه من العذاب الاليم والشديد ككي الجباه والجنوب والظهور وطئه بأصلاف الماشية وكذا إلى آخره وتبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام منه، يعني ففيه وعيد خاص شديد، وهذا يبين إيه يعني عظم جريمة منع الزكاة. قال وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدا أو بخلا. إثم منع الزكاة هذا الإثم قد يصل إلى الكفر إذا كان تركها جحودا، أو يكون إثما لا يصل إلى الكفر إذا كان تركها بخلا. أورد الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية الكريمة، قال فيه تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار
وسيأتي ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله. الباب اللي بعده فيه يعني اختلاف وقع بين أبي ذر ومعاوية رضي الله عنهم. قال في آية والذين يكنزون الذهب والفضة، قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقال أبو ذر نزلت فينا وفيه رضي الله عن الجميع. يعني كان هناك محاورة يعني ومجادلة بين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية رضي الله عنه يقول آية والذين يكنزون الذهب والفضة في أهل الكتاب، وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول هي فينا وفي في المسلمين وفي أهل الكتاب. وأن الحافظ ابن حجر يقول أن البخاري يلمح إلى تقوية قول من قال إن الآية في حق الكفار والمؤمنين، لأن الباب هنا اسم مانع الزكاة، والكلام هنا عن تأثيم مانعها من المسلمين، وأورد فيه الآية الكريمة. الآية الكريمة فيها يعني وعيد لمانع الزكاة، وأن هذا معنى الكنز، لأن من أخرج زكاته فليس بكنز، من أخرج زكاة الذهب والفضة فهو ليس كانزا له. فإذا والذين يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون زكاته. وأيضا هنا وضع الآية تحت هذه الترجمة فيه تفسير لها، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يفسر معنى الكنز، قال اسم مانع الزكاة، وبعدين قال والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يمنعون زكاة الذهب والفضة. فعقوبتهم أنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد عليه الصلاة والسلام فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد عليه الصلاة والسلام فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت عليه الصلاة والسلام. فهنا الحديث الشريف، بس قبل شرح الحديث الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله قال تنبيه المراد بسبيل الله في الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي مصارف الزكاة، وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. يعني هنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في مصارف الزكاة الثمانية اللي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية الكريمة، فكلمة في سبيل الله عند أكثر الفقهاء في مصارف الصدقة الثمانية المقصود بها الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله بمعنى إنفاق، أن من ضمن مصارف الزكاة إنفاقها في إعانة المجاهدين في الجهاد، فهذا المعنى الخاص لكلمة في سبيل الله. لكن المعنى العام لكلمة في سبيل الله يعني في وجوه الخير كلها،
فهل الآية التي معنا هنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هل المقصود بها يعني لا ينفقونها في الجهاد ولا لا ينفقونها في وجوه الخير عموما؟ المقصود وجوه الخير عموما، وإلا إيه لكانت أو يعني مصارف الزكاة الثمانية كلها، يقول وإلا لكانت الآية تفيد وجوب إخراج الزكاة في هذا المصرف فقط، يعني لو كان في سبيل الله بمعنى الجهاد فقط لكانت الآية تفيد وجوب الزكاة في أن تخرج لهذا المصرف فقط، لكن الآية يقول المقصود بها في سبيل الله بالمعنى الأعم. طيب، الحديث هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها، يعني يوم القيامة، على خير ما كانت، على خير ما كانت، أي من العظم والسمن ومن الكثرة، لأنها تكون عنده على حالات مختلفة. الذي عنده إبل، فهذه الإبل يعني مرات تولد يعني صغيرة وبعدين تكبر ويأتيها السمن وكذا، ثم إذا كبرت بعد ذلك هزلت أو ضعفت، فتأتي على خير ما كانت من العظم والسمن وكذلك من الكثرة. يكون عنده إبل مرات تقل ومرات تزداد، تتناسل وتكثر ويبيع منها أو يموت منها، فتأتي على أكثر ما كان عنده في وقت من الأوقات من عدد الإبل، وأسمن ما كان كل بعير منها وأعظم ما كان، فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقله. إذا هو لم يعطي فيها حقها، يعني لم يؤدي زكاتها. وورد في رواية عند مسلم إذا هو لم يؤدي زكاتها، بدل لم يعطي حقها لم يؤدي زكاتها، هذه رواية تفسير لرواية لم يعطي فيها حقها. تطأه بأخفافها، تطأه بأخفافها، والخف اللي هو قدم البعير، قدم البعير يقال له الخف. قال في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل، في باب في أو في كتاب ترك الحيل، فتخبط وجهه بأخفافها، فتخبط وجهه بأخفافها. ولمسلم من طريق أبي صالح عنه، يعني هنا أبو هريرة رضي الله عنه روى عنه هذا الحديث مجموعة من تلاميذ أبي هريرة، الرواية التي معنا رواية الأعرج عن أبي هريرة تطأه بأخفافها، ورواية همام عن أبي هريرة تخبط وجهه بأخفافها، ورواية أبي صالح عن أبي هريرة بطح ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا في أرض منبسطة، يعني أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، الفصيل هو ولد الناقة الصغير. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم، وهذه رواية فيها تفصيل أكثر وتوضيح أكثر، أن الإبل يعني تأتي في أرض يعني منبسطة، ويؤتى بكل الإبل التي ملكها في حياته إذا كان مانعا للزكاة، لا يفقد منها فصيلا ولا ولد ناقة يعني صغير كان لسه مولود، كان لا يزال يعني مولودا، فيؤتى بهذه الإبل كلها على أعظم حال كانت عليه وأسمن حال كانت عليه، وتطأه بأخفافها، يعني كأنه يكون منبطحا ولا ملقا يعني على الأرض مستلقيا،
وتطأ وجهه، يعني تخبط وجهه بأخفافه، وتظل إيه تدور يعني، وتعضه بأفواهه، يعني مش بس كمان يعني هنا زيادة، تطأ بالأخفاف، كل بعير منها يجي يطأ يخبط وجهه بخفه ويعضه بفمه، ويمشي ويجي البعير اللي وراه يفعل هكذا لغاية كلما رد على كلما إيه مرت عليه أولاها ردت عليه أخرى، يعني زي دايرة تلف عليه، حتى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. كأن أرض مستوية يعني بقاع القرقر. طيب قال وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن. بعدين هنا تنبيه يقول الرواية التي في مسلم كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها. قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابهما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني كأنه هذا إيه يسمونه المعكوس أو المقلوب، المعكوس أو المقلوب اللي هو يعني كأنه انقلب على الراوي، يعني الأصح يعني كأنه لغة نقول إيه كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، بس في رواية في مسلم جاء بالعكس كلما مرت عليه أولاها. الرواية اللي في رواية في مسلم مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، لكن عنده رواية أخرى كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، فيقول هذه كأنها أصح، وتكون الأولى مصحفة يعني فيها عكس أو قلب. مرات يقع هذا من الراوي اللي يسمونه الحديث المقلوب أو المعكوس، مرات يجعلون القلب في الإسناد والعكس في الإيه في المتن، يعني هذا بعضهم يجعل مقلوب في المتن والإسناد، وبعضهم يجعل المقلوب إذا كان في الإسناد غير في اسم الراوي واسم أبيها وكذا فعكس، والمعكوس اللي هو يكون في المتن. فوقع مثلا من المعكوس ان جاي في روايه في صحيح مسلم في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فجاي في روايه ايه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، جاي في روايه هكذا في صحيح مسلم، لكن الروايات المشهوره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. فدايما في الاحاديث المعكوسه نجد اتجاهين للعلماء، يعني اتجاه يحاول التوفيق بين الروايتين، يعني زي مثلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقالوا لا مانع يعني من تصحيح الروايتين ويكون فيها يعني اذن ان الانسان قد يتصدق باليمين وقد يتصدق بالشمال، لانه قد يكون المسكين عن شماله فيعطيه بالشمال، وقد يكون عن يمينه فيعطيه باليمين، وخاصة انها صدقة يخفيها يعني او كذا، فقد يكون المسكين عن شماله فيكون الاخفى انه اقرب يعني يعطيه او الاتجاه. وهنا مثلا ايضا سيجدون لها تاويلا يعني توجيها بحيث يصححون الروايه المعكوسه. والاتجاه الاخر للعلماء انه يقول لك لا، اذا الروايتين جم عكس بعض فينظر ايها الاصح اسنادا ولغه وكذا وتصحح، والاخرى يقال انها يعني خطا من الراوي. فهنا مثلا القاضي عياض قال هو تغيير وتصحيف، يعني الرواية كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخرى. وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبل، وأما الآخر أو الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه ردة. ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراها،
ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى إلى آخره. يعني حاول إيه أن يجد لها تأويلا لكن شيء يعني يكون فيه تكلف. طيب على كل حال هذا فيما يتعلق بالإبن. قال وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. الغنم نفس الشيء يعني اللي فات هذا كان في الإبل هذا الآن في صاحب الغنم الذي لا يؤدي الزكاة. فالغنم أيضا تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. طيب بالنسبة لتنطحه قال تنطحه أو تنطحه في الطاء في كلمة تنطحه أو تنطحه بكسر الطاء ويجوز الفتح. زاد في رواية أبي صالح ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها. يعني ليس فيها من لا قرن لها أو من هي مكسورة القرن بل كلها يعني ذات قرون وقرونها سليمة يعني ومكتملة. قال وزاد فيه ذكر البقر أيضا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل. وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر رضي الله عنه في رواية فيها ذكر الإيه زاد فيها البقر يعني ولا من صاحب بقر لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وكذا يعني وتطأ الأبقار مثل ما ورد في الإبل وفي الغنم. طيب هنا قال ومن حقها أن تحلب على الماء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن حقها أن تحلب على الماء. ما معنى أن ومن حقها أن تحلب على الماء؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العذاب لمن لا يؤدي حقه. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال مقصود بحلبها على الماء يعني لأن الإبل والبقر والغنم وكذا في العادة أنها تذهب في أيام معينة إلى الماء. يعني كانوا خاصة في البادية والصحراء وكذا يعني مواضع الماء تكون بعيدة ويذهبون بها في يوم معين لسقيها على الماء ثم يعودون بها إلى المكان فتبقى أياما في المكان الذي هي فيه إلى أن يأتي يوم السقيا فيذهبون بها إلى يوم السقيا. فقد من حقها أن يوم ما يذهب بها لسقيها أن يحلبها عند الماء لأن هذا الموضع عند الماء يعني هو الموضع الذي تتجمع فيه المساكين ويمكن يأتي فيه الفقراء عند موضع الماء أن الناس يأتون بماشيتهم فيأتي المساكين ويسألون الصدقة ويتصدق الناس عليهم ببعض ألبانها. بخلاف ما إذا حلبها بعيدا في حظيرته ويعني في مكانه الخاص المساكين ربما لا يعلمون مكانه ولا أو يتحرجون من الإتيان إليه في مكانه لسؤاله أو كذا. فالقصد من هذا هو الإحسان إلى المساكين بحلب الماشية عند الماء في اليوم الذي يسقي فيه الماشية من الماء أنه يحلبها هناك. طبعا سنذكر يعني ما قاله في الشرح لكن خلاصا حكم هذا يعني حلب الماشية عند الماء ما حكم هذا؟ الإمام ابن حزم الظاهري أخذ الحديث على ظاهره وقال إيه وقال يجب على كل صاحب إيه قال فرض على كل صاحب إبل أو بقر أو غنم أن يحلبها على الماء وأن يسقي المساكين وكذا من لبنها واستشهد إيه بالحديث وأخذه على ظاهره. لكن جمهور الفقهاء قالوا إما أن هذا الحديث منسوخ وإما أن الحق هنا المقصود به الحق المستحب وليس الحق الواجب يعني أنه الحق المستحب لأن الحق قد يكون واجبا وقد
قد يكون مستحبا، ليس كل ما وصف بانه حق يكون واجبا. يعني كقول النبي عليه الصلاه والسلام: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم خمس. مثلا لما قال حق المسلم على المسلم ست، قال: اذا لقيته فسلم عليه، ابتداء بالسلام. ولما قال حق المسلم على المسلم خمس، قال: رد السلام. فمثلا اكثر الفقهاء يقولون التسليم ابتداء السلام مستحب وليس بواجب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه حق. وبعدين ذكر مثلا عياده المريض واتباع الجنائز، وهذه كلها من فروض الكفايات، يعني ليست واجبا بمعنى انه فرض على عين على كل مسلم، وانما اذا قام بها البعض سقط عن الباقين. واجابه الدعوه ايضا فيها تفصيل، يعني من الدعوات ما تجب اجابته ومنه ما لا يجب. فالقصد ان كلمه الحق يعني مرات تاتي في الاحاديث يعني بمعنى المندوب او المستحب وليس بمعنى الواجب. فالمذاهب الاربعه يعني عندهم حلب الابل على الماء انه يعني من المستحبات وليس من الواجبات لاعطاء المساكين وكذا، وانه من حق الابل يعني المستحب، او اذا فسر بانه الحق الواجب فيكون هذا منسوخا يعني بما ورد من تفاصيل احكام الزكاه. هكذا يفعلون عند ما زال ما شاء الله في الصومال. نعم. يوم السقي يعني يحلبون الابل على الماء. ما شاء الله. يعني طبعا لا شك ان هذا من الامور المستحبه ومن الخير، بل هو فرض عند الظاهريه يعني. طيب، هنا قال: ومن حقها ان تحلب على الماء لمن يحضرها من المساكين، وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشي. قال: وذكره الداودي بالجيم. قال في الداودي في شرحه للبخاري، قال إيه: ومن حقها أن تجلب على الماء بالجيم، وفسره بالإحضار إلى المصدق. مصدق اللي يجي يجمع الزكاة، فهيجي عند موضع الماء وكل جيران هذا الماء اللي عليهم صدقات يجلبونها إلى المصدق عند الماء. المصدق اللي هو العامل المكلف من الحاكم بجمع الزكاة. قال: وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف. قال: تجلب على الماء، يعني هو الداودي عند تجلب ومن حقها أن تجلب على الماء، وفسرها على هذا التفسير، لكن قالوا هذا تصحيف، يعني صواب الرواية أن تحلب على الماء من الحلب وليس الجلب هو الإحضار. ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يوهم أن هذه الجملة مرفوعة. يعني هل ومن حقها أن تحلب على الماء، هل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولا هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال في سنن أبي داود لفظه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقها؟ قال: إطراق فحلها. إطراق فحلها، يعني لو الشخص عنده ماشية إناث واحتاج أن يستعير يعني ذكر فحلا، يعني من ذكور الماشية من جاره، أو لتلقيح يعني ماشيته لتتناسل وتتكاثر، فمن حقه يعني عليه أن يعطي جاره، يعني إذا كان عنده ذكور في ماشيته وجاره محتاج لتلقيح ماشيته فيعطيه. يعني إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها. المنحة اللي هي أنه يعير مثلا شاة لمن يحتاج إليها ليحلبها ويعيدها إليه مرة أخرى. يعني منيحة الشاة، الإنسان يعني لا يتصدق بالشاة يعني كاملة، وإنما يعطيها لجاره مثلا مدة معينة، مدة شهر ولا كذا، يحلبها ويستفيد من لبنه، ثم يعيدها إليه مرة أخرى. فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. إن الإبل يحمل عليها في سبيل الله ويجاهد عليها في سبيل الله. قالوا: سيأتي في أواخر الشر
هذه القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الأشربة وكذا. طيب قال قال ولا يأتي أحدكم، بقية الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. في رواية ألا لا يأتين أحدكم. وبعدين قال هذا حديث متعلق بالغلول من الغنائم، بالغلول من الغنائم، من غل الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، فيقول يعني من أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم شاة أو بقرة أو كذا، فيأتي يوم القيامة يحمل هذه الماشية التي غلها أخذها من الغنيمة بغير حق، فيأتي بها يحملها على ظهره يوم القيامة. فيقول هذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم. قال وفي هذه الرواية لها يعار هو صوت المعز، وفي رواية المستملي والكشمي هني ثغاء بضم الثاء وهو صياح الغنم. وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه تعار بمثنات ومهملة، المثنى يعني تاء والعين مهملة يعني ليس عليها نقد، قال ليس بشيء يعني هذا كأنه تصحيف أو خطأ. وقوله رغاء هو صوت الإبل، أصوات دائما أصوات الحيوان غالبا الأصوات بصفة عامة يعني المصادر الدالة على الأصوات غالبا تأتي على وزن فعال، يعني مثل مثلا بكاء ومكاء، مكاء اللي هو الصفير مثلا، الصفير يقال مكاء، وصوت الصبي صوت الباكي يعني عموما بكاء، و فدائما وزن فعال وفعيل، دائما الاصوات المصادر الداله على الاصوات في لغه العرب فعيل زي نهيق وصهيل وهدير، هدير الموج وهديل الحمام وكذا، او فعال يعني. فهنا روايه خوار عجلا جسدا له خوار، فهنا في الحديث يعني الا لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. الشاة إما معز وإما ضأ، فصوت المعز يقال إيه؟ يعار، وصوت الضأ ثغاء، فهي في رواية يعني في رواية يعار ورواية ثغاء. وبعدين قال أو بعد ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، الرغاء هذا صوت البعير. قالوا في الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، وفي ذلك معاملة له بنقيض قصد. يبدأ كأن هذا يعني ربما يقع للصنفين يعني للذي غلها من الغنيمة وللذي منع الزكاة أيضا. وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها، فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه، يعني هو إيه بخل بإخراج حق الله تعالى وأراد أن ينتفع به في الشيء اللي انتفع به بغير حق صار أضر شيء عليه وعذب به يوم. والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها، لأن الحق في جميع المال غير متميز، ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر. يعني هنا إيه إشكال وجواب، يعني الذي عنده مثلا غنم لم يؤدي زكاتها، طب لو عنده 40 شاه هو زكاتها كانت شاه واحدة، كانت زكاتها كانت ايه شاة واحدة، لكنه لو عنده 40 شاة لم يؤدي زكاتها ستأتي يوم القيامة الشياه 40
تنطحه بقرونها و... قال إيه تنطحه تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. الأربعون شاه كلها، مع أنه هو كان واجب عليه واحدة بس، فلماذا لا يعذب بواحدة فقط اللي هي حق الله تعالى ويعذب بالأربعين كلها؟ فهنا أجاب بأول جواب، قال لأنه قبل أن يخرج الزكاة هو كان الواجب واحدة من الأربعين غير متميزة، كان ممكن يخرج هذه أو هذه، فأي واحدة منهم كان بالإمكان أن تكون هي التي تخرج في الزكاة، فطالما كل واحدة من هذه الشياء كانت قابلة أن تكون هي حق الله سبحانه وتعالى الذي يخرج، فكل واحدة منها يعذب بها، لأن كل واحدة منها كان ممكن أن هي تكون الواجب في الزكاة. وبعدين الشيء الآخر قال لأنه لما عندما لم يخرج الزكاة أصبح المال كله غير مطهر، يعني هي لما يخرج واحدة تطهر الأربعين، بس وجود الواحدة اللي هي كان مفروض يخرجها في وسط الأربعين أصبحت الأربعون كلها غير مطهرة، يعني زي مثلا نجاسة في وسط الماء فهو كله متنجس، بس عندما يخرجها يتطهر الماء، فطالما لم يخرج الزكاة فأصبح ماله كله غير مطهر فيعذب بماله كله يوم القيامة. قال وفيه أن في المال حقا سوى الزكاة، من فوائد الحديث أن في المال حقا سوى الزكاة، لأنه قال من حقها أن تحلب على الماء، فالحلب على الماء هذا شيء غير الزكاة. قال وأجاب العلماء عنه بجوابين، أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، ويؤيده ما سيأتي في حديث ابن عمر في الكنز، لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم تقرير، يعني بعض العلماء قالوا هذا كان قبل فرض الزكاة، بس قال هذا الجواب معترض عليه بأن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه هو أسلم في العام السابع، والزكاة على الراجح فرضت في العام الثاني، فبالتالي إيه يعني هذا الجواب فيه نظر. ثاني الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه، وإنما ذكره استطرادا من إيه ومن حقها أن تحلب على الماء، يعني هو من الحق المستحب، وهذا ذكره استطرادا يعني كأنه جملة اعتراضية في وسط الحديث، يعني ليس هذا تفسيرا للحق الذي يعذب به يوم القيامة، وإنما يعني لما ذكر الحق الذي يعذب به يوم القيامة فمن باب الاستطراد والفائدة ذكر نوعا آخر من الحقوق. لما ذكر حقها بيّن الكمال فيه، وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة، يعني الحقوق المستحبة هذه من كمال الحق، لكن يمنع عنه العذاب أن يؤدي الحق الواجب وهو الزكاة. ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة، إنه لو شخص يعني في مجاعة ويكاد يهلك يعني بسبب يعني إذا لم يشرب هلك أو تلف عضو من أعضائه وكذا، وعنده لبن فائض عن حاجته، فيكون سقي هذا المضطر يعني واجبا في هذه الحالة، فيمكن أن يقال أن الحق الواجب حلب الزكاة الإبل على الماء أو الماشية على الماء في هذه الصورة لو كان عند الماء مضطر إلى الشرب، يعني كانت في تكلف، يعني الأحسن نقول إيه الحق المستحب. وقال ابن بطال رحمه الله في المال حقان فرض عين وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الحديث الباقي في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على